أهلاً لكم يوماً جيداً اليوم نازك الملائكة اليوم شاعرتنا صف رابع شاعر uh, شاعرة اسمها نازك الملائكة بويت عراقي مدرسة هي شاعرة عراقية uh, مشهورة famous for being one of the first poets هي ليش مشهورة لأنها أول شاعرة in Arabic uh, to use a free verse هي أول شاعرة عربية تستخدم ال, uh, الشعر الحر تستخدم الشعر الحر الأسئلة اللي عليها الأسئلة اللي على هذا اللي قرناه هو نازك من هي نازك الملائكة على هاي البرغراف اللي قرناها هو نازك الملائكة a highly influential Iraqi poet هي شاعرة مشهورة معروفة ومؤثرة Why was Nazik famous? ليش هي نازك الملائكة مشهورة? For being one of fairest poets in Arabic to use free verse. هي أول شاعر عربية تستخدم الشعر الحر. هذا يجي فراغ، يجي صح وخطأ، فانتبهوا له. نجي على الباراجراف اللي وراها. Born 23rd August, 23 August, 1923 in Baghdad. was born in this year in Baghdad. The question where and when did she born? I know when she born. This She born 23rd August, 1923 in Baghdad. اللي وراها her parents uh, the, the daughter of uh, parents who were also poets هي ابنة لشاعرين يعني أمها وأبوها شعراء وهي أيضا شاعرة هذه هم تجي أجيب لكم إياها her parents are also poets والديها أيضا هم شعراء صح لو غلط true or false ف true as a professor in Sevdar University اشتغلت درست كبروفيسورة في جامعات مختلفة including بغداد، بما فيها جامعة بغداد والبصرة and Kuwait السؤال اللي هنا أنا as a professor in civil universities including فراغ فراغ and فراغ تكتبين بغداد بصرة كويت تجي هذه true false صح وغلط uh, فراغات أوكي okay. worked hard to promote women's rights اشتغلت كلش بجد حتى الـ حتى تطالب بحقوق المرأة women's rights and political freedom والحرية السياسية الأسئلة اللي على هاي البرغراف uh, work hard to promote women's right حتى تطالب uh, بحقوق المرأة and political uh, freedom صح لو غلط true or false okay next اللي وراها همات famous Uh, poems include عدها قصائد مشهورة من ضمنهن كوليرا القصيدة اسمها الكوليرا uh, for a prayer and هذا مرض الكوليرا اوكي revolution للصلاة والثورة revolate against the sun العصيان ضد الشمس آخر شيء and, uh, and was buried in Cairo يعني توفيت ودفنت في القاهرة in 2007 في 2007 الأسئلة اللي على هذه famous poems إنكلود شن هن قصائدها المشهورة اللي هي الكوليرا for prayer and revolution ذن اثنين وهاي الثالثة revolt against the sun العصيان ضد الشمس آخر شي where and when did she die and buried أين أي ومتى ولدت ودفنت in Cairo in 2007 هذا هو الملخص مالت نازك الملاكة